رئيس الغنيش اللي صار معناتها اليوم القرار اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة وإقالة المشيشي، شو رأيك؟ قرارات انقلابية هي من طبيعة، لا أحد يقول هذا من طبيعة ديمقراطية، هذه القرارات واضح أنها تنتمي إلى منظومة أخرى غير منظومة الثورة غير منظومة الدستور، هي منظومة الحكم الفردي اللي عرفه العالم من زمان. ولذلك نحن سندعو الرئيس إلى أن يتراجع وسنقاوم هذا الانقلاب وهذه الردة عن الثورة، وشعبنا الذي عنده تجارب ثرية في النضال السلمي سيواجه نضاله السلمي لاستعادة ديمقراطيته. لكن استاذ اليوم في الشارع جزء كبير من التوانسه، الناس الكل قالوا لكم انتم اخرجوا من حكم يزيكم. شكرا. الديمقراطيه بشويه. لا بشويه 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 في الديمقراطيه. في الديمقراطيه. الديمقراطيه الطريق الى الحكم يمر عبر صناديق الاقتراع، والخروج منه كذلك يمر عبر صناديق الاقتراع. انا دخلت بانتخابات ما بتكش اعمل انتخابات اخرى وخرجني. استاذ راشد اليوم التوانسه جاعوا، اليوم التوانسه مع السابرين. يا استاذ يجاوب هو صحيح تو انتهى. ما تعمليش هكاك. يا قيس 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 يا ق